في الكتاب المقدس من كلمة الله، الكلمات الروحية. فهذه الحلقة هي مهمة جدا جدا في هذا الوقت، ويجب أن نبدأ هذه الحلقة بكلمة صلاة بالتأكيد، لأن احنا نتكلم عن الكتاب المقدس، عن تعاليم الله الحقيقية. فخلينا أطلب من الأخ جورج يرفعنا بكلمة صلاة، وبعد هذه أيضا نبدأ حلقتنا لما الأخوة أيضا ينضمون إلينا فيما بعد. تفضل أخوي جورج. أمين بكل سرور واتضاع حبيب. أمين أمين يا ربنا المبارك يسوع. موضوع كلامنا، موضوع إيماننا، موضوع رجاءنا، سبب محبتنا. أشكرك لأن علمتنا الحب الحقيقي، وقلت ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أشكرك لأنك علمتنا وفهمتنا أن الآب نفسه يحبكم. وبولس الرسول في روميا يقول لأهل روميا ومحبة الروح، فنحن محبوبين، فكيف نبغض أي إنسان؟ حاشا رب، بل نحب الجميع كما علمتنا، حتى اللي بواخدونا أعداء بالنسبة لهم. مكتوب أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم اللي بيلعنوكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. نشكرك من كل القلب، ده مش غصب عننا، احنا قبل ما بنحبهم بقلبنا الصغير بنطلب وبنقول لك ممكن تديني قلبك يا حبيب القلب. وانت اعطيتنا مش بس قلبك، لكن روحك القدوس اللي بيفحص كل شيء حتى اعماق الله. مكتوب ان احنا لابسنا الجديد، مكتوب البسوا الرب يسوع، لان لينا احشائك ورافتك يا سيدنا الرب. اذكر البرنامج، اذكر اخواتي التعبين ليلا ونهارا ليقدموا شخصك للجميع. نعم يا سيدنا الرب، ما اعظمك ما اعظمك. بالروح القدس يا رب اعطنا كلاما عند افتتاح الفم. اشكرك لانك اعطيتنا شرف نتكلم عنك، ما نستاهلش، لكن دي وصيه جلالك انه يبشر بالانجيل الى اقصى الارض. مجنون كرة الجرادريين شفيته وخليته يبقى مبشر. السامرية لمست قلبها وراحت تبشر كل السامريين عن جلاله. بارك الحلقة واشكرك لأنك سمعت واستجبت. آمين 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 آمين. أشكرك أخوي، مبارك اسم الرب. أخواني رجعنا تكبيس أخوي اللي موجودين معنا، احنا ما نريد يعني نطلب منكم أكثر من طاقتكم، بس خليكم معنا بالتكبيس، لأن التكبيس مهم جدا في هذه الحلقة لكي الحلقة تثبت. لأن أنتم تعرفون التيك توك وخوارزميات التيك توك وهذه القصة الجديدة اللي جابوها لنا، برنامج الصيني هذا، لازم نكبس لكي يثبت هذا البرنامج. والرب يسوع المسيحنا أوصانا أنه يجب أن يكرز بالإنجيل للخليقة كلها. الرب استخدم هذه البرامج لكي توصل إلى أخوة وأخوات آخرين جدا. كانت عندي حلقة قبل قليل كنت أتكلم عن أخت إيرانية، اختبارها عجيب غريب، الرب كيف لمس قلبها وأتت للرب يسوع المسيح، وهي طبيبة إيرانية، والآن مش فقط أتت للمسيح، هي بل كلمت خطيبها أيضا ووالدتها أيضا أمها، وأجوا للمسيح أيضا من خلال تجربة حصلت لهم. وكنت أتكلم أنا بدون لا أذكر العنوان، كنت العنوان اللي هو اليوم عنوان حلقتنا التعاليم من التجارب الغاسية، ما كان على بالي، بس الاختبار اجى بنفس الصيغه ونفس الحكايه ونفس الروايه يعني. فنشكر الرب يسوع المسيح يستخدم دائما كلماته. فاخواني كبسوا، خلينا نثبت هذه الحلقه ونشاركها ايضا مع الاخرين، واللي يحب يشارك معنا ايضا الاتصالات مفتوحه. بعد قليل ايضا ينضم لنا اخو حسين، واذا في اخو اخرين يحبون ينضموا لنا طبعا الاتصالات مفتوحه للكل. طيب جناب اخويا جورج حبيبي، وأنت بالمثابة غسيس، يعني خليني أقول لك غسيس يكون أفضل إلي أنا. أنا تعلمت منك الكثير طبعا في قناة الآرامية، ونشكر رب من أجلك ومن أجل خدمتك في قناة الآرامية. يضاهدونكم ويغورون عنكم كل كلمة شريرة. أيضا رب يسوع المسيح قال مرة ثانية الطريق اللي يؤدي للخلاص هو طريق ضيق، يعني الطريق ضيق في تجارب غاسية جدا جدا جدا، وأما الطريق اللي يؤدي للهلاك فهو طريق واسع. سؤالي لك، ماذا نتعلم من التجارب القاسية؟ أليست هي
ضربة في حياتنا أو ضربة في ممتلكاتنا أو ضربة في حياتنا الروحية؟ عندما نذكر هذه التجارب يجب أن نتعلم ماذا يقول الكتاب المقدس. أمين حبيبي، ربي يباركك على الأسئلة، ودي حاجات واقعية. يعني الرب علمنا إن كانوا فعلوا مع العود الأخضر فكم وكم باليابس، بمعنى إن اللي ما فيهوش عيب ولا عيب، القدوس اللي بلا شر، عملوا معاه هذا الشر، بل أفظع طريقة قتل كانت موجودة كانت من نصيبه، وهو لم يفعل شيئا ليس في محله، فكم وكم يكون الإنسان. فعشان كده الرب قال سيكون لكم في العالم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في ضيق أو ألام اتكلم عنها بطرس، بس مش هي دي اللي بنقصدها. بمعنى إيه؟ بيقول إن كان أحد يتألم بس مش كسارق ولا زاني ولا قاتل ولا متداخل في أمور غيره، لكن كمسيحي بيضطهد، ده اللي له الطوبة وله المكافآت. فهات الرسل كلهم تلاقي يمكن مفيش حد منهم ما اتقتلش شهيد، ويوحنا الحبيب اتاخد في جزيرة بطمس متألم ويقول شركاء في الضيقة في جزيرة بطمس، اتنفى عشان ما يشوفش ناس ولا يتعامل مع ناس. فها شخص كان قاتلا وكان راضيا بقتل قديس حلو في أعمال 7، أقصد شاول الطرسوسي، ينكل بالقديسين ويقول أنا اللي كنت مضطهدا ومفتريا، الرب يتعامل معاه ويتألم ألاما كثيرة هنتكلم عنها في خلال الحلقة. خرجت منها بإيه يا بولس الرسول من الألام ديت؟ يقول آه ده أنا خرجت بأمجاد. ده احنا عندنا في العهد القديم بيقول من يفتخر فليفتخر بالرب، ودي صح الصح، لكن بولس الألام اللي مر بيها بقى يفتخر بالإيه؟ يفتخر في ضعفاته، يفتخر بالشتائم، بيفتخر بالاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، دي تلاقيها في كورنثوس الثانية 12 وعدد 10. وصلتنا إن حد ما يقولش اف ايه ده انا تعبت انا تألمت، وعد الرب لينا ان كنا نتألم معه او على نفس طريقته او زي ما قال بطرس، بمعنى ايه؟ الألام لأجل اتباع البر، الألام لأجل القداسة. في القديم يوسف اتألم وأخدوا في الحديد رجليه، آذوا أذية، والموضوع ده برضو ناله بولس الرسول في أعمال 16، حطوا رجليه في المقطرة. يعني ليه؟ لأجل البر، لأن يوسف قال ما أقدرش أخطئ إلى الله. يا يوسف ده انت هتغلط ضد فوتيفار وضد امرأة فوتيفار وضمن الشعب المصري، لا 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 لا، في قدوس اللي خلقني لأجله ولمجدي جبلتك، خلقتني علشان أمجد اسمك مش عشان أهين اسمك. فبولس الرسول هنفتح مع بعض ونشوف 30 نوع من الألم مختلفين، لكن في آخر الألام ديت بصينا لقينا الرب بيكافئه بحاجة عظيمة. إكليل إيه هي؟ لما تفتح كورنثوس 11 تشوف المصايب كلها والاضطهادات هو فرحان بيه، لما تفتح كورنثوس الثانية 12 تلاقي الرب أخده للمجد فوق في السماء في الفردوس.
لما تشوف الآلام اللي تعرض لها القديس اللي بولس كان راضيا بقتله، يعني تعبير الروح القدس من خلال لوقا كاتب أعمال الرسل يقول كان راضيا شاب بقتله، وهو بقى يقول بنفسه أنا كنت راضي بقتل استفانوس. نفس التعبير، راضي يعني إيه؟ مرتاح، أنا كده استريحت من إيه؟ إن أنا اتخلصت من استفانوس. أنت ما تعرفش إن الجماعة دول المسيحيين المطهدين دول لما بيتزرعوا بذرة بتطلع شجرة؟ ده العالم كله يتملى ملايين الملايين الملايين واليوم مليارات. ليه؟ لأن في بذرة، بذرة شهادة بمن مات لأجلي، اللي ضحى بكل شيء، أطاع حتى الموت، موت الصليب. إن لم تقع حبة الحنطة وتمو، ده سيدي وتاج راسي اللي بيقول. أخويا كريم حبيب، فإذ قد تبررنا بالإيمان ربنا يسوع المسيح. أنا مش عايز أطول، لكن هنتعمق ونتبحر أكتر في مواضيع الأزمات وكيف اتنقل الدروس زي المحارة اللي بتبقى في البحر وبتدخل لها رملاية وتسبب ألم، تسبند العصارة بتاعتها علشان تخفف الألم، والعصارة دي بتكون لؤلؤة، لؤلؤة نفس التعبير اللي اتقال عن الكنيسة اللي ايه اللي نتجت نتيجة آلام المسيح، آلام المسيح. ايه اللي حصل؟ الرب يسميها لما تروح في متى 13 في عددين هناك 44 و46 يكلمنا ان هي الكنيسه كنز مخفى في حقل، والكنيسه لؤلؤه اللي بتتكون عن طريق الالام، لؤلؤه واحده كثيره الثمن. والنتيجه من اجل السرور الموضوع امامه، باصص للنهايه للعز اللي احنا فيه، ومعاها انا والاولاد الذين أعطانيهم الله، أعطاني إياهم الله. ده مش عايز يبقى وحده، تبارك اسمه، لكي يكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. تتكون اللؤلؤة الكنيسة أغلى حاجة على قلبه. روح شوف رسالة أفسس اللي بتكلمنا عن الكنيسة جسد المسيح، وكلوسي يكلمنا من السجن بولس إن المسيح هو رأس الكنيسة. ما فيش فرق ما بين رأس وجسد، ما ينفعش، ما فيش فراق. هؤلاء يتبعون، الآية دي في سفر الرؤيا، يتبعون الخروف حيثما يذهب. لما تقول تسمع كلمة خروف حط بدلها كلمة الفادي. العهد القديم فاهمين يعني ايه خروف الفصح، اللي فدى ابني من الموت، اللي دمه مات علشان احنا نعيش. هؤلاء يتبعون الحبيب حيثما يذهب. أترك معاك المايك ونرجع تاني بنعمة الرب بكل اتضاع أخي الحبيب كريم. شكرا لك أخويا جورج، رائع جدا، ربي يبارك حياتك، عندنا برحلة روحية، مهم جدا نسمع هذه الآيات ونسمع هذا الشرح. أخواني وأخواتي تكبيس أيضا على الشاشة معنا، وأنتم مستمتعين بهذا الكلام رجاء كبسوا وشاركوا الحلقة مع الأخوة الآخرين. وانضم إلينا إلى أخ حسين. أخ حسين كيف حالك؟ سلام المسيح الكريم، شلونك أخويا؟ ربي يباركك. سلام إليك وللقس جورج، والرب يباركم. افتح لي كاميرتك اخوي حسين. صار كرم، صار ها الله سهل نورك. ما ادري صدق انا مقفول. اوكي حبيبي القلب يا كريم، افتح شلونكم ايها الاحباء؟ اهلا وسهلا بك. يلا تفضل، اعطينا مداخله بسيطه وشجع الاخوه على التكبيس ايضا مشاهدينك.
اخوان واخواتي الرب يبارك حياتكم، اتمنى منكم تكبيس ودعم للحلقه ومشاركات، الرب يبارك حياتكم، ارجوكم بليز شير لللايف، وايضا تكبيس ودعم لصفحاتنا الظاهره على الشاشه لاجل ان يستمر هذا البث ونكون جميعا شركاء في هذه الخدمه العظيمه اللي هي خدمه الكرازه. شكرا جزيلا اخي. احنا هذا موضوعنا هو في سلسله الماراثون التعليم من التجارب القاسيه، وانت اخ حسين شاهد عيان على الموضوع لان انت اضطهدت ايضا من اجل المسيح، وعندما كنت بالعراق انا بذكر هذا الموقف جدا، انما اتصلت بالاراميه وسلمت حياتك للمسيح، بعدين طلعت بفيديو واعلنت ايمانك بالرب يسوع المسيح بالشارع، بعدين تفاجئنا انك اختفيت لمده اسبوع، بعد الاسبوع وصلتنا صور ايدك مكسوره وراسك مكسور وبالمستشفى نايم، سالناك الخبر قلت اجوا مسلمين وضربوني لان شافوا الفيديو على السوشيال ميديا اني اعلنت ايماني بالمسيح. سؤالي هو لك حسين، التعليم من التجارب القاسيه ماذا تعلمت؟ نعم تعلمت يا اخ كريم، قبل ان اكرز للمسيح تعلمت من كل تلك التجارب، بداية قبل أن أكرز تعلمت كيف أكون مؤمن حقيقي وكون أبدأ بالرسالة وأبشر باسم المسيح، يكون عندي تضحية، وبعد ما كراستي والآلام اللي شفتها تلك التجربة القاسية يا أخ كريم تعلمت عدم الخوف، أنه الرب معي، أنه مهما كنت مهما خطيت الخطوة مهما مشيت بتجارب، وأنت تعرف لما كنت بتركيا كيف كانت المحاربات شديدة على الخدمة، الكرازة والبشارة يوميا يجيك واحد لا تسوي هيك فيديو هات، لا تحكي هيك، لا تقول، لا تبشر، تعرف هذا اللي كان يصير. يتقوى إيمانك، تشجع أكثر، تشوف يد الرب الحقيقية، يد الرب الحقيقية في حياتك في أثناء الاضطهاد في أثناء الألم، هناك يظهر الإيمان الحقيقي. طبعا أكو عواقب، بعض العواقب السلبية تكون لبعض الأشخاص، شوف اذهب إلى أي مجتمع كريم تشوف في حالة الألم والاضطهاد يكثر، تشوف ناس متمسكة بالرب أكثر، أو بالأحرى خلينا نقول تدين يكثر أكثر في حالة الاضطهاد والألم. في النتائج البعض السلبية، ناس بعد ما يزال الألم يزال الاضطهاد عنهم نشوف البعض يبتعد عن الرب. كان في وقت، الوقت اللي هو لأجل أن الرب ينقذ من ذلك الضيق، كثير هيك عالم بعدين يبتعدوا عن الموضوع، ولكن المؤمن الحقيقي اللي يثبت والمؤمن القوي هو اللي يتعلم من هذه التجربة كيف يكون قوي وكيف يكون كارز للمسيح وكارز للبر، كيف يكون هذه التجارب الصعبة في حياته تكون بركة للآخرين، تتحول إلى تجارب عظيمة، تتحول إلى منطق في حياته لأجل أن يوصل كلمة الرب للآخرين، يفيد العالم في هذا التجارب، يفيد الناس من خلال تعليمهم، من خلال تشجيعهم، من خلال كيف كانت يد الرب عظيمة معه، لا يترك الناس اللي كانت الناس اللي تعيش بنفس الظروف اللي هو عاشها في الماضي، يكون قريب منهم دائما، يكون مشجع لهم دائما، لأن الإيمان يتطلب ذلك. المؤمن الحقيقي ما يقول شعلي أنا شو دخلني بالناس أنا كذا، لا، المؤمن الحقيقي يبدي حياته الناس قبل حياته. المؤمن الحقيقي يكون عنده محبة باذلة، المؤمن الحقيقي يكون عنده تضحية، وكل هذه الآلام والاضطهاد كلها هذه تكون سبب بركة يعني للآخرين. عندنا التلاميذ، تلاميذ الرب يسوع المسيح الذين كانوا مضطهدين، كانوا متألمين، هل بسبب التألم والاضطهاد قعدوا وسكتوا وخافوا؟ لا، بالعكس، كانوا متشجعين، كانوا متقوين، كانوا يذهبون كل يوم الرب على ايدهم يضم ناس جدد للكنيسة. ليش؟ لأن الرب يقول في الضعف تكمن قوتي،
هذا الرب قانون وضع الرب، ليس في الرخاء ولا في الألم. المسيحية ما اجت لتبحث عن ملك أرضي، ولا اجت تبحث عن سلطة، ولا المسيحية اجت لأجل انه التلاميذ المسيح تكون عندهم سلطة او قوة، او يكونوا متحكمين بالبشرية او بيتهم دولة والناس خاضعة لهم. لا، المسيحية اتت لتكسب ناس من الشارع الى ملكوت الله، لتكسب ناس من المجتمع، لتجعلهم تلاميذ حقيقيين كارزين وعاملين في حقل الرب. هذه المسيحية. المسيحية ما اجت حتى يقول الرب يسوع، يقول ما جاء بالإنسان ليخدم بل ليخدم. المسيح جاء لهذه الأرض ليس ليخدم ويحط له حاشية وسلطة وفلوس وسكرتيرية ويقعد ويصلط ويكون بعيد عن العالم وما توصل له إلا تدور عليه 20 سنة يلا تقدر تحصل مقابلة. ويا ما كان يعمل هيك المسيح. المسيح كان متواضع، كان متواضع. هذه تجارب الألم والاضطهاد تجعل الإنسان يكون أكثر متواضع. هكذا الرب يريدني. الأمور اللي دا تحصل هي خارجة بالوقت الحالي في أزمنة قديمة أيضا، خارجة عن تعليم الرب الحقيقي. لما الكنيسة تخمل وتقعد وتتعب ولا تبشر وتتحول الموضوع إلى سلطة دينية مثلها مثل أبناء العالم، ما شوفك ثمر، لا ثمر الروح في حياة أتباع هذه الكنيسة، ولا الكنيسة تقدر تراها تذهب إلى الآخرين تجلبهم للمسيح أبدا. لما تتحول إلى الكنيسة إلى عبارة عن مجرد قاعة، أو مجرد الكنيسة عبارة عن سلطة رجال دين مثلهم مثل أي طائفة دينية من غير المسيحيين، تتحول متشابهة، تشوف الكنيسة تضعف روحيا، لأنه مو هذا اللي يريد الرب. لأنه أطفأوا روح الله اللي في كنيسة، لأنهم رفضوا الخضوع للروح القدس اللي كان يعلم، اللي يعزي، اللي يرشد، تحولت إلى طقوس، لم تتحول إلى بالشكل اللي يريد الرب. الشكل اللي يريد الرب هو أن نكون دائما كارزين ومعلمين الكلمة. فالألم والاضطهاد يجعل الناس، يا أخ كريم يا أخ جورج أنتم أعلم من عندي بهذا الموضوع، يجعل الناس عندهم حرارة بالإيمان أن يكرزون للآخرين. وقت الراحة يضعف الهمة، يضعف البشارة. فيا ريت يا أخواننا وأخوات نتعلم من التجارب القاسية اللي مرت بها الكنيسة واللي نمر بها نحن. يعني أنا اليوم من اضطهد، أنا بتعليم المسيحي، لما العدو يضطهدني بيد الناس المخدوعين فيه، ذول الناس ضحية لأفكار الشيطان، ذول الناس ضحية لإبليس الذي خادعهم وخدعهم. فأنا هؤلاء المفروض أتعامل معهم بالمحبة لأجل أن أكسبهم للرب، مو أتعامل حتى أنتقم منهم أو أخذ ثاري لأني تأذيت منهم أو تألمت فأحاول أهينهم وأسبهم وأشتمهم. لا، إحنا نعمل لأجل كسبهم، نعمل لأجل أجيب للرب. الرب لا يسر بموت الشرير، بل حياة يحيى ويرجع عن طرقه الردية والشريرة. هذا اللي يريد الرب. الرب ما يريد الشرير يهلك ويموت، مو يقول لك امسك سيف روح اقتل الكفار ووديهم للنار. هو ذا كافر، الله الحقيقي شي يريد منه؟ يريد منه يهتدي عن طريق الكفر. الله ما يريد يقتله ويذبه بالنار، هذا مو تعليم الله. اللي يريد يرمي الكفار بالنار هو الشيطان، لأنه هو هذا يريد مصيرهم النهائي. هو الشيطان يريدهم لما يكفرون يشيلهم يرميهم بالنار يأخذهم معاه. هذا التعليم إبليس. الإله الحقيقي يرجع عن طرقه الشريرة والغير مؤمنة، ويرجع إلى الرب وحياة يحيى لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يكون مؤمن حقيقي. لا يسر الله بموت الشرير. الله ما يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ها، ماكو إله يفرح بموت الكفار، هذا إبليس فقط، هذا الشيطان. ليش؟ لأنه فرحه يكمن
في هلاك البشرية، لأنه يحارب خطة الله، يحارب خليقة الله. هذا الشيطان اللي كان يقول هيك، إنه يفرح يقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويشفي صدور قوم المؤمنين. هذا اللي صدره يشفي بقتل الناس ووضعهم بجهنم ويحط ساق على النار، هذا ليس الإله الحقيقي. حاشا للإله الحقيقي أن يشفى صدره من خلال قتل الناس أو إزهاق أرواحهم في جهنم. نو، هذا الشيطان. الإله الحقيقي يقول إن الله لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فالألم والاضطهاد واللي يحصل معانا كمؤمنين، الله يقدر يهلكهم بنفس اللحظة مضطهديننا، لكن الله يعطي فرصة لأجل أن يتوبون، لأجل أن يرجعون عن طرقهم الشريرة، حتى ما يكون لهم أمام الرب فرصة للكذب والمراوغة. فالله يعطيهم فرصة للتوبة حتى يسمح باضطهادنا. إذن حتى الرسول بولس توجد آية ماذا قال؟ قال أنا أفرح إذا كان سبب آلامي، أنا أتألم لأجل أقربائي وشعبي يعرفون الرب، أنا موافق. هكذا نحن الرب اللي يتعلمنا، يضطهدوننا والرب يعطيهم فرصة ويسمح لهم بذلك حتى شنو؟ حتى بلكي يتوبون ويخلصون، مثل ما صار مع الرسول بولس لما كان اسمه شاول، كان يضطهد الكنيسة وظهر للرب وتغير. هكذا يوجد أناس. الله لا يشاء أن يهلك أحد. الله الإبن ما جاء، لم يرسل الله ابنه الوحيد ليهلك به أو ليهلك به العالم، بل أرسله ليخلص به العالم. فالإبن ما جاء حتى يموت العالم ويقتلهم، أنت كافر ذبحك وأنت ما تؤمن قتلك. نو، الإبن أرسل للخلاص. لذلك إخواني وأخواتي، الرب يسمح بالألم والاضطهاد الذي يحصل في الكنيسة لأجل هؤلاء الأشرار. يريدنا الرب في هذا الألم، في وقت الألم، بعض المضطهد وقت الألم يتمجد. مثلا على سبيل المثال، من صفعك على خدك الأيمن فصعر له الآخر، على سبيل المثال. هنا الرب يعلمنا بعدم الرد على الإساءة بالإساءة، وبعدم مقاومة الشر بالشر، بل بالخير. يوجد ناس مضطهدين، مو كلهم نفس العقليات، أكو ناس مخدوعة يضطهدوننا لأن ضحكوا علي في جماعة، إجوا قالوا لي ذولا كفار، ذولا نفسين، روح اضطهدهم، روح اقتلهم. هذا إجا يضطهدنا لأنه هو محرض ومدفوع، ما فاهم شيء. لما أنت تعامله بالخير ممكن يتغير على إيدك. هيك الرب يريد، لأنه ما نعامل الناس كلهم بنفس المقياس، عقليات الناس مختلفة. يوجد من يخدعنا وهو يظن نفسه أنه يرضى الإله الحقيقي، تأتي ساعة يظن أنه كل من يقتلكم يقدم خدمة لله. الرب يسوع قال أكو ناس تظن باضطهاد المسيحيين تقدم خدمة لله. أنت لما تقول له ترى غلط اللي يسويه، الرب محبة، الرب ما يأمر بقتل الناس ولا اضطهاد الناس، ممكن يصحى ضميره. بس أنت لا جابهته بالعنف ممكن ما يتغير. فالرب علمنا أن نقاوم الشر بالخير حتى بلكي يتغيرون أعدائنا. إذن هو للخير لأجل بركة، لأن الرب لا يعطينا روح الانتقام بل روح المحبة والتسامح والغفران. لا نتصرف كما يتصرف أبناء العالم، لا تكون ردودنا كردود أبناء العالم، بل بمحبة وتواضع وتسامح لأجل التغيير. ربي باركك الكريم. أنا آسف إذا طولت. آمين حبيبي حسوني. لا، إحنا مستمتعين بكلامك ونشكر الرب من أجل هذا الكلام، كلام مهم جدا. اخواني واخواتي، ايضا تكميس على الشاشه، مشاركه الحلقه مع الاخرين رجاء من فضلكم. اخت ليديا ايضا تطلب صلاه في اخر الحلقه، ابغى معنا اخت ليديا وكبسي ايضا وشاركي في اخر الحلقه، راح نصلي من اجلك ومن اجل الاخوه اللي عندهم طلب الصلاه ايضا. وانضم لنا الان الغسناجي. غسناجي سلام ونعمك. اهلا، مساء الخير يا اخوه، كيف حالك؟ يبارك الجميع. الحمد لله، يبارك الاجتماع ويدينا اجتماع حلو حاضر هو فيه.
امين مبارك اسم الرب. هو بالحقيقه في مواضيع لا يفهمها العالم، هذه مواضيع اللي يفهمها المؤمن فقط لا يفهمها العالم. أمين. انا مريت في نفس التجربه بس بطريقه شويه مختلفه عن اخ حسين. عندما امنت بالرب يسوع المسيح، العائله طبعا انا هربت من ايران لتركيا، والعائله بداوا يتصلون ارجع 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 لا لا. انا كنت احاججهم لا الاسلام غلط وفلان، لا عوفك من الدين انت ارجع تصير مسلم وما لك دعوه، بس بالاسم يعني علشان احنا اهلك وخاطرنا خاطر امك خاطر مش عارف مين، هالكلام اللي يعني عاطفي. انا لا احاججهم بالنصوص، قال محمد كذا وقال المسيح كذا وكيف اتبع هذا وكيف اترك المسيح، هذا اللي وكله. بعدين سكتوا وقال لك خلاص هذا ما بي فايدة، يعني سكتوا عني، بدأوا ما بيكلموني فترة طويلة. ظهرت لهم بالتلفزيون مرة واحدة على عرامية في 2016، التلفزيون طبعا ستلايت والكل بيت موجود به، فبدأوا يشوفوني بالتلفزيون ليل نهار، الصبح يشوفوني العصر يشوفوني حلقات مذاعة. لا أضفنا برنامج آخر باللغة الفارسية أيضا، هم بأهلي بإيران يتكلمون فارسي، أيضا برنامج فارسي آخر بدأوا يشوفوني. صار الضهاد عليهم هم اللي هم مسلمين كانوا في ذلك الوقت، صار عليهم الضهاد. فبدأ يكلمني الأخ الأكبر مني قال لي احنا حاولنا نرجعك للدين ما رجعت، طبعا لا طلبت بس نطلب منك طلب لا ترجع، أبغى مسيح ما لنا دعوة. قلت له أوكي شكرا. بعد قال بس لا تطلع بالتلفزيون. قلت له ليه؟ قال ما يضايقونا وفلان، انت يعني شو الفائدة، انت عايز الناس تختمنا، عايز فلان عايز فلان، هاي الأمور كلها. قلت له سؤالك صعب، أنا إجابة عندي بس إجابة صعب تفهمها. أي فالإجابة هي موجودة عندي ممكن أجاوبها كان عليها، بس أنت صعب تفهم الإجابة، خلينا أصلي من أجلك. قال أوه أنت خربان خلاص، أنت صرت مجنون، صلي من أجلي شو؟ تركني وراح. ظلنا نصلي من أجلك طبعا، والعائلة دائما نصلي من أجلهم بالكنيسة. طبعا بعد حوارات طويلة أتى الموعد وأخلص خلصوا الرب يسوع المسيح، كلهم آمنوا بالرب يسوع المسيح، بس الوالد والوالدة انتقلوا من الحياة وهم مسلمين للأسف، ولكن الباقيين آمنوا بالمسيح أهلي. الآن أخوي يبشر بإيران، اتصلت بي قلت له ممكن لا تبشر؟ قال ما ينفعش. قلت له تذكر بالتلفزيون تقول لي اقطع لا تطلع بالتلفزيون؟ قال آه. قلت له أيوة هسه الإجابة اللي عندك حطها على سؤالك، أنت جاوب نفسك بنفسك، أنت ليش تعرض نفسك للخطر؟ بيبشر بالشركة وبيتكلم مع ناس، وقبل فترة جاب لي واحد قال لي هذا عايز يصير مسيح يصلوا معه، وفي واحد يطلب انجيل ممكن تبعتوا لي انجيل وكذا. قلت له طيب ليه تعمل كذا؟ انت مخطر على حياتك؟ قال لا خلاص. قلت له انت فاكر قبل 2018 و19 كنت تتصل بي قال اطلع التلفزيون؟ قال ايوه. قلت له دلوقتي انت لا تبشر ممكن؟ قال لا مش ممكن. فهو فرح لا يفهمه العالم بالحقيقه، يعني هي رساله المسيح مهمه جدا. اللي يعرف الرب يسوع المسيح في غلبه ما بيهمه، ما بهم أمور كثيرة بتحصل بالحياة، ممكن يضاهدونه، ممكن يشتمونه، ممكن يضايقونه، ممكن يأخذون أمواله ممتلكاته. أهلنا وجماعتنا وناسنا اللي بالعراق أخذوا كل ممتلكاتهم، اللي دخلوا عليهم جماعة رايات السود داعش وغيره أخذوا كل ممتلكاتهم. حتى أنا عندي صديق حتى بنته أخذوها، كان يكسر الغلب يعني صديق والي، يقول لي جاري اللي كان الحيطة بالحيطة معه، وبنتي تطبخ في أكل عراقية يسمونها كليتشة ما بعرف إيش، قال بنتي تطبخ كليتشة، بنتها طباخة شاطرة، وتودي الجيراننا تعطيهم وهم كمان يطبخون ويجيبوننا، وإحنا أكلنا معهم سفرتنا من الحيطة، بينادونا شكليت وشربت كده يعني. قلت له حلو يعني جيرانكم مسلمين؟ قال أيوة 100%، وإحنا معهم ما في أي مشكلة. قال لما يوم الصبح صحينا وشفنا راية داعش فوق البيوت، أصبحت دولة إسلامية، جاري هو نفسه أجي أخذ بنتي، وأنا مش عارف فين خذها، أنا بص علي فين، أقول له دي بنته أصلا، هو جاري، ما إحنا ما فيش، إحنا بيت واحد. قلت له ها، قال لي أصبحت دولة إسلامية، أنتم كفار. قلت له بتحكي قد؟ امبارح كنا شيء ثاني. قال لي خلاص الآن أصبحت دولة إسلامية. شوف تعلمه كل هذه الآن، بنته طبعا بعد محاورات وفلان، بعد 4 أشهر رجعوها له طبعا، ورجعوها متألمة طبعا. ما حاجة لذكر بعض المواضيع يعني، بس تألموا جدا. قلت له ما تركت المسيح؟ قال أبدا، بيت أخذوا عنده، أرض كبيرة أخذوها، وجد تركيا كل شيء ما عنده، ولكن المسيح حقيقي نشكر الرب يسوع المسيح من ضمن الكنيسة وعائلته، والآن فالاضطهاد هو موجود في حياة المؤمن. طيب خلينا ننتقل للأخ جورج. أخ جورج أنا أشكرك أنك انضميت معنا، وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. عنوان هذه الحلقة التعليم من التجارب القاسية، ماذا يتعلم المؤمن؟
وأنا تبركت بالكلام معك أخ كريم. ربنا يباركك ويقويك في ال ويديك تعزيات في الأزمات اللي قابلتها واللي هتقابلها طبعا. ربنا معك. أنا نفسي أقول كلمتين على الأزمات فعلا اللي بتقابل المؤمن. الأزمات في حياة المؤمن محدش يقبل يقول إن المؤمن خالي من الأزمات. عشان نرتبط بيسوع المسيح خلاص الرب بيديله حياة هادية ما فيهاش أزمات. لا في أزمات. طيب لما في أزمات المؤمن يسأل زي أي إنسان حتى مش مؤمن يقول طب فين ربنا؟ بيجي له وقت يقول طب ليه ربنا سايبني؟ هل هو فعلا موجود؟ ولما هو موجود ليه ساكت؟ ليه ربنا ساكت؟ ده غالبا لما بتشتد الأزمة الإنسان من خلال ضعفه بيصرخ بالأسئلة دي، فبيحتاج حوار مع الله. يبقى لازم فيه حوار. ليه يا رب بتسمح بكده؟ الرب بيسمح بالأزمات زي الأزمات اللي حصلت ليك واللي بتحصل لي وبتحصل أخ جورج. كلنا بنقابل أزمات بس من نوعية مختلفة. ربنا بيدربنا في طريق الإيمان، عايز يخليك حديد في الإيمان، عايزك تنمو في معرفته. أنت هتعرف إيجابيات الرب يسوع إزاي من غير ما هتسلك في السلبيات. لو تعرضت للظلم وشفته طلعك من الظلم هتعرف أن الرب عنده القوة أن بيطلعك في الظلم. خلال كل هذه التجارب والاختبارات بيفطم قلبك عن محبة العالم، تعرف أن العالم ده ممكن كله تعمله وان باكج وترميه في البحر بعيد عنك. وبعدين بتوصل لنتيجة أنك كل الحاجات اللي حواليك لا يمكن تعتمد عليها، ما فيش حاجة في المنظور تقدر أنت تعتمد عليها، لازم اعتمادك الكلي يكون على الرب. فده التجربة أصلاً الرب بيسمح بيها عشان الأربع نقط دول. على قلبي أتكلم على أزمات مر بيها أنبياء، مر بيها إخوة أفاضل مؤمنين بجد، الكتاب المقدس ذكرهم. فالمثل اللي على قلبي الآن حبكوك. كلنا نعرف حبكوك اللي هو من الأنبياء الصغار وكتب سفر، هو سفره من ثلاث أصحاحات بيناقش فيه أزمة كبيرة جداً. أزمته بتتكون من ثلاث أشياء. نمرة واحد، كان الحاكم اللي وقته كان حبكوك كان حاكم شرير، ملك شرير، قاد الأمة إلى الانحراف والانحدار والبعد عن الله، وبالتالي التدمير، بقت البلد وقته مدمرة. في نفس الوقت ده حصل عدوان نبوخذ نصر الأولان، جه الكلدانيين. احنا عارف هو الكتاب ما ذكرش دايركت، بس عرفنا من آية بتقول ان انا عامل عملا في ايامكم هو ذا الكلدانيين الأمة المرة القاحمة الساكنة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها. يعني الكلدانيين حييجوا هجموك، وهو ده فعلا الوقت ده. ثالث حاجة، الحالة بقت صعبة، حالة الشعب وحالته هو، ثلاث أزمات تعرض ليها. فصرخ للرب نفس الأسئلة اللي بيسألها أي مؤمن عادي. اسمعوا قال له إيه في أول الإصحاح، حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ ده لسان حال ناس كتيرة قوي. يا رب أنا صديت كتير وأنت مش سمعني، وتاني حاجة أصرخ لك من الظلم وأنت لا تخلص. يا رب أنا عمال أصرخ، مش إحنا بنقول كده كتير ربنا وأنت تسأل الله؟ هو ربنا مستني إيه؟ مستني وصلك للنقطة دي. لازم تقول كده عشان لما يجاوبك تبقى الإجابة واضحة بتاعته. يقول له إيه كمان؟ لما تريني إثما وتبصر جورا؟ يعني إزاي رب أنت شايف جور؟ يعني التعدي أو الظلم، إزاي أنت تسمح لنفسك أنك تشوف الظلم ده؟ طب أنا أشوفه، لكن أنت تشوف واحد ظالمني وتسكت إزاي؟ فكمل الأسئلة دي. ليه بقى الأسئلة دي عنده؟ يقولوا المفسرين كلمة حبكوك يعني يعانق أو يضم، حبكوك معناها كده. فقريت تفسير حلو جدا إن حبكوك في الإصحاح الأول عانق الأزمة، قاعد يشرح في الأزمة اللي هو فيها، أنا في أزمة والشعب مضطهد، الشعب انحدر، الشعب زي الأيام دي كده، الشعب إدى ظهره لله وهجت منه،
اتكلم عن اضطهاد الكلدانيين وسحقهم الشعب كان بيعانق الأزمة. تاني إصحاح كان بيعانق الشعب، ابتدى يبص حواليه ويشاف حالات الشعب. في الأولانية فشلت، كونك تعانق الأزمة وتشيل وتحط فيها مش هتوصل لحل، وحتى لما تبص حواليك مش هتكسب حاجة. في تالت إصحاح عانق الله وعانق كلمة الله، ابتدى يكلم الله. اسمعوا كده الآية بيقول إيه، بيقول على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب. يعني شوف وقف وبقى مركز، عمل فوكس على السماء، وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواه. وأجابه الرب في النهاية وقال له اكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يرقد قارئها، لأن الرؤية بعد إلى المعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. توانت إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. شايف كلام الرب بيصبره؟ يعني أنت لما تكون في أزمة يا أخ كمال وشفت الحاجات دي كلها وجالك كلام من الرب صارخ جواك بيقول لك ما تخافش، الرؤية هتاخد وقت وهتيجي في معادها بالظبط. أنا وأحلى، ما فيش أحلى من معاد الرب. فالرب بيقول له ما تخافش يا حبكوك، الرؤية جاية جاية. الرؤية يعني إجابة أسئلتك كلها جاية جاية، وفي النهاية هتتكلم ولا تكذب. كلام الرب ما فيهوش كذب، ولما يحصل كده بطلب منك انتظار، انتظرها فستأتي إتيانا ولا تتأخر. في نهاية الإصحاح الثالث حبكوك بيقول إيه بقى؟ نتيجة الكلام مع الله طمنه، قال له ما تخافش، هيجي يوم وكل دوت هيزيح. إحنا لازم ناخد الكلام ده لينا إحنا كمان. لما مر بتجربة النهاردة ما عودش أعمل فوكس على النهاردة النهاردة النهاردة، لا، أنا أحط نظر على ربنا وانتظر برجاء حل ربنا النهاردة آخر النهار، بكرة الصبحية، وقت ربنا ما يقرر أنا منتظره برجاء. فاسمعوا معلش النتيجة النهائية في الإصحاح الثالث، لما حبكوك عانق الله وكلمته قال إيه بقى؟ فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في القرون، يكذب عمل الزيتونة، وقال حاجات كثيرة كلها سلبيات، ينقطع الغنم ولا بقر في المزوات، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاص. ليه يا حقوق؟ هو كونك المشاكل دي كلها مش بتديك الأس، لا، ليه بقى؟ أيوة أنا اختبرت الرب. يجي بقى اختبار يقول إيه؟ الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل. يعني رب خف رجلي، بقيت بقى إيه؟ يمشيني مش على مرتفعات لا، على مرتفعاتي أنا، الحاجات اللي قامت ضدي، الجبال اللي قامت ضدي هيمشيني فوقيها ربنا. وانا اختبرت ده طوال الازمه، صحيح الازمه لسه ما اتحلتش، بس شفت مظاهر انفراد، شفت قوه الله، فوثقت فانتظرت. ودي كانت لحبكوك صلاه الاخرانيه خالص في الاصحاح الثاني. يبقى نقول حبكوك يعني يعانق، عانق الازمه ففشل، عانق الشعب ومشاكله ما وصلوش لحل احتار، لكن عانق الله واحتضن كلمته فوصلته انه يبتهج ويفرح ان مهما كان من حواليا من ازمات فالرب قوتي يقدر يمشيني على المرتفع. امين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا جناب غسناجي، اشكرك واشكر الرب من اجل هذه المداخله الغيمه. اخواني واخواتي، تكبيس اذكركم مره ثانيه، رجاء التكبيس مهم جدا، تيك توك علمنا هذه التكبيس ونقطه التكبيس، فلازم نتكبس على الشاشه. شارك الحلقة مع الأخوة الآخرين، تقريبا صار لنا 50 دقيقة معكم وأكثر من 50 دقيقة وما زلنا في 38 ألف فقط، فالمفروض احنا معديين 50 الآن. رجاء تكبيس وشارك مشاركة الحلقة مع الأخوة الآخرين، كبرناكم الشاشة، كبسوا على شاشة الإعلان، خلوا الحلقة شوية ترتفع أكثر. طيب خلينا ننتقل لأخويا ناجي في هذا السؤال. المؤمن الذي يعلن إيمانه هل لابد من الاضطهاد والضيق في حياته؟ غالبا تقصد الاخ جورج. الاخ جورج، عفوا انا لخبطت بين الاثنين. عرفنا خلاص الطريقه. خلينا
دلوقتي راح اركز. يلا امين، حي ربي يباركك اخ جورج حبيبي. بس ناجب اخ جورج، انا بفرح لما الكتاب يكلمنا عن الالام، لكن لازم تلاقي الامجاد بعدها. تو ما تلاقي الام يبقى لازم في امجاد، يا في نفس الاصحاح يا في نفس الايه. فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بايه؟ بالمجد. في الام في نفس الايه لكن لازم تنتهي بالمجد. ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه. الالام التي للمسيح والامجاد التي بعدها. لحبقوق النبي على الشجوي. طيب مش هشرحها دلوقتي، خلينا
من الروح القدس يعني مملوك من الروح القدس يعني فاضي من نفسك، واللي هيبان مش ثمرك غلط يا خمسة، لكن ثمر الروح القدس مش أثمار، ثمر. لأن في واحد يقول لك أنا عندي محبة بس ما عنديش فرح، لا يا حبيبي، اسمه ثمر الروح القدس. التسع فضائل مع بعض، من أول المحبة للفرح للسلام لطول الأناة للصلاح للإيمان للوداعة للتعفف للطلط، الكل مع بعض. تبقى زي حبيبك معبود القلب اللي بيشبه بتقدمة الدقيق، ما انتش خشن وصعب في طباعك، يبقى لطيف وديع ومتواضع القلب. الرب في إنجيل متى: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم. هو دنير الحبيب اللي أنا شيله. عشان كده الكل معرض للألام، لكن إذا كان في ألام بسبب المسيح في أمجاد. زي ما قلنا إن بولس الرسول بعد، يعني أنا لو هقرأ هم 30 حاجة بس أنا مش عايز أطول عليكم، في كورنثوس الثانية إصحاح 11 يتعرض لجميع أنواع الآلام 30 نوع. بعديها الرب أخده للمجد، أخده للمجد. ونتعلم حاجة منها إن هو كان بيطلب تضرع إلى الرب 3 مرات علشان يشيل منه الشوكة. الآية الحلوة اللي حضرتك قلتها يا أخ كريم والأخ حسين: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. عرفنا منين إن هو كان بيصلي للرب يسوع؟ لأن في ناس مساكين يقول لك لا ما ينفعش الصلاة للرب يسوع. يا راجل يا راجل يا راجل، لما الرب يسوع بيعلمنا كل ما تطلبوه من الآب أنا أفعله، عيب لما يتكلم ويقول تضرعت إلى الرب 3 مرات علشان ترافقني الشوكة. قال لي الرب، قال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي، حط تحتيها 3 شروط، قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، حط عليها تحت 3 شروط. بيقول له الرب تكفيك نعمتي لأن قوتي، قوة مين؟ الرب اللي صلى له. مين هو الرب يسوع؟ لكي تحل علي قوة المسيح. معانا دلوقتي سامع، تبارك اسم جلالك، ليك المجد. حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في الوسط في كل مكان. آخر آية في الآيات في متى 28: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ما فيش واو توصل إلى انقضاء الدهر، ما فيش يوم منسي، ما فيش يوم بياخد أجازة مننا. تبارك اسم جلاله. عشان كده أنا بشجعك إذا كنت بتتألم في مجد وفي أمجاد، في آية تانية أنا ما قلتهاش، آيات خف ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. خفت، حط تحتها خط، تتحول إلى ثقل. غالبا الانترنت في مشكلة أخويا جورج، عندك مشكلة بالانترنت أعتقد. طيب يا ريت الأخ جورج يعني يصلح الانترنت ويرجع معنا، يا ريت المخرج يشوف المشكلة. خلينا ننتقل للأخ حسين. أخ حسين تسمعني؟ اوكي تفضل اخ حسين، مايك معك، واحنا ما زلنا في هذا الموضوع، الازمات في حياه المؤمن، ماذا وضع الرب على قلبك؟ لا مركز. يوجد نص بمقطع كتابي راح اقراه في رومي الاصحاح 8، نبدا بالايه 31، يقول: فماذا اقول؟ ان كان الله معنا فمن علينا؟ سؤال يطرح الرسول بول، يعني
إذا الله معنا الرب في كل أيام حياتنا، من يقدر علينا؟ لا يقدر أحد علينا أبدا. الموت اللي يسموه أبناء العالم موت، هو الحقيقة عندنا كمسيحيين انتقال من هذه الحياة، وليس فيه حزن. ممكن احنا نحزن على فراق الشخص اللي انتقل، لكن نقول كما قال أيوب: الرب أعطى والرب أخذ. فلما يأخذ الشخص ينقله هناك معه. فحتى الموت اللي أقصى تجربة يحس بيها الإنسان لما يفارق شخص عزيز عليه، هذا أيضا ليس علينا بل لنا، لصالحنا، لأنه بسبب هذا الذي يسمونه موت وألم ينتقل الإنسان إلى أحضان الأب السماوي. يقول: الذي لم يشفق على ابني بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ إذا نحن سنهب حياة أبدية حتى في لحظة هذا. مثلا واحد قتل على اسم الرب، مات، فهذا العالم ليس له سلطان على أبناء الله وبنات الله. حتى الأقصى شيء اللي يسوي القتل والموت، هذا ليس سلطانهم، بل هذا هو هبة من الله لكي نتحرر من جسد الخطيئة ونكون في حياة أبدية. لكن إحنا مسيحيين نريد أن نعيش أيام حياتنا في هذه الأرض لنكمل البر، نكمل السعي والإيمان، لأن أكو رسالة في حياتنا اللي هي رسالة كرازية نعيش للرب، وإضافة نكرز باسم الرب في هذه الحياة. لازم نأدي هذه الرسالة والدور. كل واحد مثلا اللي عنده عائلة يؤدي الدور هذا لأولاده وبناته وزوجته وأهله ومجتمعه، ثم بعد ذلك الرب هو اللي يختار اليوم اللي نقله فيه. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بالحري، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. لا يوجد سلطان من الشيطان على أبناء الله وبنات الله أبدا، المؤمنين المسيح. حتى سلطان الموت ليس علينا، بل هو ماذا؟ هو لصالح. لأن إحنا ربح الموت عندنا هو ربح لما ننتقل مع الرب يسوع المسيح، كما قال الرسول بولس: لي اشتهاء أن أنطلق مع المسيح، ذاك أفضل جدا. الآية 35 من رومية 8 يقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل الغنم للذبح. هذه الأمور لا تفصلنا عن محبة المسيح. محبة المسيح هي الخضوع، الإيمان، الطاعة للرب، ظهور ثمر الروح القدس في حياتنا، الثمر الواحد. هذه الأمور اللي نشوفها لا تجعل المؤمن الحقيقي يتزعزع عن محبة المسيح الحقيقية، ولا يتزعزع عن طاعة الكتاب المقدس أبدا. لأنه نحن كما إن المسيح كان مثالنا في التضحية والبذل، هكذا يجب أن نكون كمسيحيين بذات الأمر. هذه الأمور اللي نشوفها: الشدة في الحياة، التجارب السلبية، الاضطهاد، الضيق، العري، الجوع، السيف، الخطر، كلها هذه ليست لها سلطان على الإنسان، بل هي لتمجيدنا، ويجب أن نكون أقوياء ونحصل على تجارب قاسية منها لنفيد الذين هم من حولنا وغيرنا والذين سيتأثرون فينا لاحقا. فهي كل الأشياء كما قال الرسول بولس: كل الأشياء تعمل مع الخير للذين يحبون الله، المدعون حسب قصد. هذه الأمور كلها ستنكسب من خلالها تجارب كبيرة جدا، ونستطيع أن نتقدم إلى الأمام في حياتنا، ونشجع الآخرين من خلال ما مررنا به. يقول: ولكننا في هذه جميعنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. لما نخرج
بتجارب قاسية من هذا النوع ثم نقوم واقفين على أرجلنا وأقوياء، ولم تستطع هذه التجارب أن تكسرنا ولا أن تحد من قوتنا ولا تضعفنا ونقوم بعد ذلك بانتصار، فإحنا انتصرنا، فإحنا متعظم انتصارنا، عظيم، متباهين، متفاخرين بقوة الرب في حياتنا، نفتخر بعظائم الله التي حصلت، نشكر الرب الذي أعطانا ذلك السلطان الذي جعلنا نتغلب على التجارب الكبيرة المتألمة. مثل الاكتئاب يا كريم، الاكتئاب الشاد والحاد جدا ممكن يتحول في حياة غير المؤمنين إلى انفصام، إلى مرض مزمن خطير. الرب مشدده، الرب مقويه، الرب مباركه. بعدين عندنا نص يقول فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله الذي في المسيح يسوع ربنا. لا يستطيع لا الموت ولا الألم ولا وجودنا بالحياة ومعوقاتها، مغرياتها، شهواتها، فلوسها، غناها، أبدا أبدا. بدأ الكتاب يتحدث عن الموت وختم بالموت، لأنه أصعب شيء بعض الناس يحسون به أنه ممكن أن الإنسان يخاف منه، لكن إحنا كمؤمنين لا، هذا الأمر ليس لنا. ويجب أن تتعلم الكنيسة من كلمة الله، تتعلم أن الكرازة وإنقاذ حياة المؤمنين وخلاص النفوس أهم من ماذا؟ أهم من أن أعيش بسلام بهذا العالم الفاني أو السلام الزائف اللي العالم يدعو له، أو ما يسمونه بالمسامحة ورمضان كريم وأوزع حصص برمضان وسلات برمضان وكريم ما كريم وعيد فطر مبارك وعيد أضحى مبارك. هذه ليست محبة، هذه مجاملات وكذب ونفاق زائف، ليس هكذا يريد الرب. الرب يريدنا نقول كلمة الحق. كلمة الحق مو نروح انها مثلا نهاجم المعتقدات الثانية، مو هي، ولا نروح نقول له محمد غلط او هيك، نو. كلمة الحق اني اقول انا ما اؤمن بعيد غير العيد اللي انا عليه، مع احترامي لكم، انا ما عندي عيد مبارك غير عيد الميلاد وعيد القيامة، هيك بس احكي عن ايماني بس. انا شهدت عن المسيح، انا مع احترامي لكم، بس انا ايماني الحقيقي هو انه ايمان المسيح الوحيد اللي يخلص، ما في ايمان ثاني يخلصك من جهنم. انا شهدت عن المسيح ووصلت رساله للاخرين انه الخلاص مع المسيح فقط بدون ما اطعن معتقداته. ما حد راح يكون له شيء معي، ما حد راح يقول انت سبيت ديني، ما حد راح يقول انت طعنت بديني ومعتقدي، ابدا. انا فقط حكيت عن ايماني. ليش اخاف اشهد على المسيح؟ ليش اخاف؟ ليش احاول ارض الشيطان من خلال اشارك باعمال الظلمه؟ وين كلمه الرب؟ وين كلمه الرب اللي تعلمني غير شيء في هذا النص الكتابي؟ وين كلمة الرب اللي تقول لي هذا الكلام؟ وين كلمة الرب؟ ليش نتركها وراء ظهورنا؟ هل احنا خايفين؟ هل احنا نظن ان سلطان الموت هو اقوى من سلطان الله لذلك احنا خايفين يضطهدونا فيه؟ هل احنا خايفين انه
والله يقتلون ويقتلون اولادي وعيلتي. هل اولادك افضل من تلاميذ المسيح؟ ما تقدر حتى تشهد عن المسيح بكلمه؟ العدو ليل ونهار بغيرته على الشيطان، يضطهدنا ويألمنا ويتحدث ويجاهر، ليس فقط عن معتقده بل يطعن حتى بمعتقداتنا. واحنا نجي نبارك اعيادهم ونقول له عيدك مبارك، يكفينا ان نقول كل عام وانت بخير فقط اذا عيده موجود، لان احنا نتمنى الانسان كل سنه يكون بخير. كل عام وانت بخير فقط، لا راح ينجرح ولا شيء. بدل ما اقول له عيدك هذا فلان عيد مبارك او رمضان كريم، منين جاء الكرم؟ بتجويع الناس، بخداع الله، بالنهار يجوع وبالليل ياكل الدنيا وما فيها. هذا مو صوم، هذا مو صوم مبارك. الصوم الحقيقي انك تنقطع عن الملذات اللي انت لايام ولفتره انت الرب يثقلها على قلبك. قديش؟ مو بالنهار تجوع وبالليل تاكل القضا والمضى، هذا مو صوم، هذا كذب وخداع على رب. ولا تخدعون الا انفسكم. فانا كيف اروح كمسيحي اشارك باعمال الظلمه ومبارك؟ هذا مو مبارك، هذا صوم وثني. الصوم الحقيقي ليس هذا. الصوم الحقيقي ليس تجويع الناس ولا تعطيش الناس ولا اضطهاد الناس ولا اجبار الناس على عدم الاكل والشرب. هذه ليست تعاليم الاله الحقيقي، هذا تعذيب النفوس، هذا تعليم الشيطان. فانا كمسيحي لا اشارك في اعمال الظلام. انا كمسيحي لا ابارك اعمال الشر. واحد يقول لي احنا عندنا رمضان رمضان، اقول لك كل عام انت بخير ان شاء الله يا ربي، كل سنه انت تكون بخير وسلام فقط، خلاص وريته وجه المحبه. بدل ما راح اقول لك مبارك رمضان، ولا اقول له عيدك عيد فطر مبارك او عيد اضحى مبارك. عيد اضحى مبارك يقدمون ذبائح حيوانيه يظنون انها تغفر لهم، هذا مبارك؟ وكتابنا ضد هذه التعاليم. مو كتابنا قال هل يستطيع دم تيوس ودم عجول لا يستطيع أن يغفر خطايا؟ فكيف أروح أبارك بجعل دم التيوس والعجول والخرفان الحيوانية وأجعلها مبارك؟ ليش أشترك؟ ليش أضلل الناس؟ ليش أكون سبب في هلاكهم وسبب عثرة إلهم؟ ما حدا طلب من عندنا وإحنا في بلاد تضطهد المسيحيين أنه نقول له احكي على محمد او احكي على دينه او اطعن بدينه، لا ما بدنا منك هيك، بس اشهد عن ايمانك فقط. فقط اشهد عن ايمانك. فقط. قول انا ايماني انه العيد المبارك فقط عيد الميلاد والقيامه، ماكو عيد اخر مبارك غير هذول. اذا سالك فقط. اذا قال لك ليش ما تقول لي مبارك؟ ليش كذا؟ اشهد عن ايمانك فقط. يقول لك والله احنا كل الاديان من الله، ولا لا، مع احترامي لك انا حسب ايماني بالكتاب المقدس تبعي قال لي انه خلاص والايمان الحقيقي بس المسيحيين. تعرف انت بهاي الكلمه ايش راح تسوي؟ انت بهاي الكلمه تخليه يفكر طوال حياته، يروح يقرا الانجيل، يروح يراجع نفسه، يقول معقول المسيحيين اللي احنا ديننا يقول لنا لازم هم يصيرون من ديننا ويصيرون مسلمين؟ معقول هيك يقول؟ معقول دينه أفضل من الإسلام؟ شو السبب؟ راح يروح يفكر، راح يبحث. مو أظل إلا أقول له كل إحنا دين من الله، لا، ماكو شيء كل إحنا من الله، كذب. الطريق الواحد الحقيقي المسيحية اللي هو طريق الله، باقي الأديان كلها كذب. هذا ما يعلمه الكتاب المقدس. يجب أن نلتزم بكلمة الله. هذا مو تشدد، هذا حق، هذا ليس رفض للتعايش مع الآخرين ولا رفض لمحبة الآخرين، نو. هذا أنا أحكي الحق لأني مؤمن حقيقي مسيحي. المجرم ما كانوا هيك يعملوا تلاميذ المسيح، ما كانوا يروحوا لليونانيين أو الرومانيين أو اليهود يقول لهم كل الأديان من الله، ماكو هيك كلام. هاي السوالف طلعوها المسلمين لأن الناس حتى ما تنتقد دينهم،
لما يكونوا بوقت الضعف دول اللي بأمريكا يقولون هيك، لما المسلم يكون عنده قوة وسلاح ما يقول لك هيك، يقول لك أنت كافر، أنت مشرك، أنت نسوانك سبايا، أنت أقتلك. لما تروح إلى أمريكا ويشوفك قوي يقول لك ترى احنا تسامح، كل احنا الأديان من الله، المسيحية من الله والإسلام من الله، كل احنا رسائل سماوية واحنا ديان سماوية هيك، لأنه يشوفك أقوى منه. فشلون أسرق أفكارهم الشيطانية تصير بلساني وظل أنا أروج لها؟ لازم نتقي الله يا أخواني وأخوات، لازم نفكر كيف نتصرف بطريقة صحيحة. هذا مو تعايش ولا محبة، هذا نفاق، والرب يكره النفاق، يقول لا باردا ولا حارا. شكرا، ربي يبارك الكريم. شكرا أخي حسين، شكرا مداخلة قيمة، وخذتنا أيضا في دخل إسلامي طويل، وهذا ما راح يخلص أنت عارف يعني هذه المواضيع. يلا ربي يبارك حياتك حبيبي، أشكرك، شكرا جزيلا. خلينا ننتقل للدكتور ناجي. الدكتور ناجي، قريت من سفر حبقوق، وقريت أنه أيضا أنه حبقوق يعاتب الله، يا الله لماذا لا تسمع صلاتي، وهذا مضمون الرسالة اللي قريتها. بالحقيقة كثير من المؤمنين اليوم يسألون نفس السؤال، حتى بعض الناس الملحدين يسألوننا بالبث، أين الله من الحروب؟ أين الله من الأمراض؟ أنا دخلت مستشفى لقيت كثير من المسيحيين مرضى، إذا إلهكم في أين الله من هذه المواضيع؟ كيف نجاوب على هذا السؤال؟ هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، لماذا الله يسمح بالاضطهاد، والاضطهاد ليس فقط هو اضطهاد جسدي بل حتى الأمراض أيضا، في اضطهاد أيضا من المال، في بعض الناس عندها عوز مالي، هاي الاضطهادات لماذا الله يسمح بها، وكيف نجاوب على هذا السؤال؟ أمين. أنا لي مدخل من ثلاث كلمات، مش هطول عشان عارف الإخوة ياخدوا فرصتهم، لكن حكاية حبقوق دي بنحطها تحت عنوان صمت السماء. دي أزمة صمت السماء، عندما يحس الإنسان المؤمن أو العادي إن الله صامت عنه. في أزمة أخرى شفناها في الكتاب المقدس، هي الجهل، الجهل بصوت الله، أو الجهل بفهم ماذا يقصد الله. النقطتين دول بيأثروا فينا وإحنا بنعاني من مشكلة معينة أو أزمة معينة. إيه حكاية الجهل دي؟ نلاقيها عند أيوب. كلنا نعرف اللي حصل للنبي أيوب، أو هذا الشخص المؤمن الحلو، إيه الحاجات اللي مر بيها الصعبة، موت ولاده والبهايم وحرق البيت، حاجات كتيرة جدا. لكن هو يصرخ ويقول إيه بقى؟ غير حبقوق، بيقول له إيه؟ فهموني، بيقول لأصدقائه فهموني في أي شيء ضللت. ما هوش فاهم، وكتير مننا نفس الحكاية مش فاهمين إيه اللي بيحصل ده. وتاني مرة بيسأل الله نفسه، بيقول له فهمني. المرة دي ما قالوش لماذا أنت ساكت عني زي ما حبقوق قال له، قال له فهمني. فالنقطتين دول بيشغلوا بالنا لما نمر في أزمة ولما الأزمة تطول. طبعا الرب كان ليه إجابات، لكن هقول آية ياريت كلنا نضعها أمامنا باستمرار لما نعاني أو نحس إن فيه مشكلة أو أزمة. الآية بتقول إيه؟ لست تعلم أنت الآن في وسطنا. في آية جميلة في صفنيا بتقول إيه؟ لا تخافي يا صهيون، لا ترنح، لا
ترنح يداك، الرب إلهك في إلهك في وسطك، جبار يخلص يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته يبتهج بك بترنح. كلام جميل جدا، مش بس في وسطك الرب موجود، لا ده جبار. احنا ساعات بنتردد نقول الله جبار، ايوه جبار. جبار يعني مش مفتري او لا، جبار يعني كلي القوه، قادر. انت معاك اله قادر، ما تخافش. طب الظروف بتبين ان هو مش معايا ومش قادر ولا حاجه، بدليل المظلومين الظالمين دول بيظلمونا، لا ارجع تاني عيد حساباتك. الهك موجود، وموجود بقوه، موجود بامتياز، وهو مش اله ضعيف، ده اله قادر، إله جبار. ده أول حاجة لازم نحطها في بالنا، إن إلهنا في وسطنا. تاني حاجة إن هو مش في وسطنا بس، إن هو بيدينا القوة والبصيرة عشان نفهم، يعني مش سايبنا، يعني مش بيقول لنا افهموا افهموا، لا، بيقول إيه في يوحنا الأولى إصحاح 5 وعدد 20، بيقول إيه؟ ونعلم إن ابن الله قد جاء وأعطانا إيه؟ وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق من في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. الرب بيدينا بصيرة في ابنه، البصيرة متواجدة فينا، لازم نشغلها، ما نتعماش، ما نغمضش عينينا في التجارب، نعرف إن الله موجود، نتصرف ببصيرة، ما نتصرفش بعميان. ساعات جدا بنركن الكلمة، نركن الكتاب ونغمض عينينا، وليه بقى اللي بيحصل ده ونيأس. لا لا لا، نتعلق بالكلمة كما حصل لحبقوق في نهاية السيرة، تعلق بالكلمة فنجح. يبقى دي الخطوتين، هقول كذا خطوة كده بسرعة. خلي بالكم ان الخطوة بتاعت ان احنا بنغمض عينينا عن ربنا وبندي ظهرنا للكلمة وبنتصرف بنفسنا، دي وحشة جدا ومؤذية. دي بتقود الناس اللي هم يتركوا الله، زي ما بيحصل الايام دي في اوروبا وفي امريكا، شباب طالع ما يعرفش الله، ما قالك انا بقدر اعمل كل حاجه، اي دونت نيد، مش محتاج، مش محتاج ليها، مش محتاج ان يبقى ربنا في الصوره. ده غلط جدا، لازم تفتح عينيك وتستخدم البصيره ان المسيح مديها لك، وتراجع حساباتك وتعرف ان هو معاك موجود وبقوه، وانه اله جبار. ثالث حاجة تقريبا، إن الله نعرف إنه بيسمح بالأزمات دي لندرك حضوره معنا وسط الأزمة، وكمان ندرك مشاركته لأوجاعنا. ربنا بيشاركنا أوجاعنا، أيوة، إزاي بقى؟ بيحس بينا كويس جدا. طب إيه الآية اللي عندك بتقول كده؟ اسمع الآية الجميلة دي في أشعياء 63، في كل ضيقهم يا رب تضايق. الرب بيتضايق لما يشوفني متضايق، قد كده جمال الرب، ايوه قد كده رقه قلبه، رغم ان هو اله جبار وقادر وخالق المسكونه دي كلها، لكن يجي عندك انت يا صغير يا ضعيف، يرق احساسه جدا ويشاركك يعني اللي انا في التجربه، ما تخافش، معاك اله قوي، اله جبار، مديك بصيره، وهنا بيقول لك بيشاركك احساساتك. شوفوا بقيه الايه، في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم. يعني أنت يا رب عارف إن أنا محتاج إنك تفكيني في الأزمة دي، أيوة عارف إن أول حاجة أفكك أطلعك، لأن الفكر لما بيضغط عليك بيعمل انترابشن فظيع جدا، وزي ما قال الأخ إن ده بيقود إلى ديبريشن، والديبريشن الانفصام، حاجات جامدة جدا. هو بيفك عنك الضغوطات دي وبيفكك وبيكون معاك. أنا في امتحان البكالوريوس قبل ما نال الإيمان، أو وقت نال الإيمان والخلاص، تعرضت لأزمة نفسية كبيرة جدا، وأول الرب ما وقف معايا ابتدى يفكني من الأزمة دي، ابتدى بص بارتياح وسلام. فعلا أشهد إن لولا المسيح كانت حالي بقى حالة تانية خالص. ووراني، كنت في آخر سنة في امتحان بكالوريوس الطب وتعرضت لأزمة نفسية، لكن هو الرب اللي فكني. بيعمل إيه تاني؟ فكهم ورفعهم. هديكوا برضو مثال
ازاي ربنا رفعني بعد الازمه دي. انا سقطت مرتين في سنه واحده كل 6 شهور، لكن في الامتحان الثالث نجحت فيه. طب ازاي رفعني؟ في بعد كده كان في امتحان الماجستير اداني اعلى برانش اللي هو الجراحه بطريقه غريبه جدا، مع انه المفروض اللي ينجح بمقبول ما ياخدش جراحه، فخدت ده ونجحت في السنتين، سنه ثيوريتيكال وسنه كلينيكال، نجحت فيهم من اول مره، وده كان حاجه غريبه جدا، لان يمينا الماستر للضغط الصحه كان حاجه جديده، كان للجامعه بس. فنجحت فيه وسبقت ناس كتيره كان نجحوا في البكالوريوس وما كانوش لسه خدوا، فربنا رفعني. يبقى فكني من الازمه اللي انا كنت فيها القديم. ربنا ما سابنيش ابدا لحد النهارده، وانا في مصر وانا في امريكا الرب معايا خطوه خطوه. فالرب نثق فيه جدا، لانه هو بيحس بمشاعرنا وبيحس بدقتنا، وبيجي وبرأفته بيتعامل في مشاكلنا. هو بيسمح بالحاجات دي عشان احنا نقرب منه ونصرخ اكتر ونشوف. عايز يا اخي ده حلاوه التعامل معاه. ما انتش حتى لو انت في رغد العيشه ومفيش اي تجارب ولا اختبارات، انتش محتاج ليه. امال هو اللي بوظ البشريه الايام دي ايه؟ الدلع والتكنولوجيا والحاجات الكتيره اللي حصلوا عليها، ما هوش حاجه الا الله. لو عاوزني اقف في اي وقت اقف، لكن انا عندي كلمتين بس اكملهم. تفضل. يعني هسيب الموضوع دوت، لكن هنقل على اللي هو ايه. احنا مفروض ايه الحل؟ يعني ايه الحل لما نكون في ورطة، لما نكون في ازمة نعمل ايه؟ في آية جميلة في مزمور 37، هم 3 آيات ورا بعض هقراهم بسرعة. وقت الأزمة اتكل على الرب، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، سلم للرب طريقك واتكل عليه، ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. انتظر الرب. شوف، اتكل، تلذذ، سلم للرب، انتظر الرب. العمود الأساسي هنا، الراكز الأساسي، مش هو أنك تتكل وتتلذذ وكده، لا، هو الرب نفسه، أنك تعمل فوكس على الرب بسرعة. طبعا كلنا عارفين يعني هي اتكل على الرب، يمكن هي الكلمة الجديدة اللي هي تلذذ بالرب. يعني هي تلذذ بالرب، التأمل في جماله، التفكير في أعماله. في مزمور 27 داود يقول إيه؟ واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. اعمل فوكس، فوكس على الرب. ده يخليك، يريحك من أشياء كتيرة، يريحك من الموقف اللي أنت فيه. تلذذ بالرب، واتكل على الرب، وأصبر، وسلم للرب طريقك. يعني يا رب أنا قدامي مشكلة، هو أنا مش هعرف أعمل فيها حاجة، لكن بسلم لك أنت الدافع. خرجني يا رب، خرجني من الأزمة اللي هو فيها. وانتظر. الانتظار ده عاوز صبر. انتظاراً انتظرت الرب، والرب ما سابنيش، التفت إلي وخرجني من الحفرة، ووضع رجلي على صخرة، وأصلح خطواتي. كل الحاجات دي ربنا بيعملها معاك لو أنت انتظرته بقلب مليان رجاء. هما دول الكلمتين اللي كنت عايز أقولهم. أرجو أن ما كنتش طولت عليكم، والرب يستخدمهم لعمل النجاح. أمين. شكرا جزيلا دكتور ناجي، اشكرك جدا جدا، ومداخلة رائعة وغيمة جدا. هو بالحقيقة احنا لا نعرف مقاصد الله، ودائما نزعل بدون لا نعرف، زعلان بس مش عارف ليه زعلان. انا كنت بتركيا وكان عندي كنيسة بيتية صغيرة، يعني بدأت هي من بيتي، نفس البيت، يعني كنا نجتمع بيه 4 5 اخوة. واجا شخص، يعني الرب جابه، مش عارفين كيف جاء، وقال انا بارككم، وقال انا كيف ازاي، قال أنا عاوز أخذكم بيت إيجار خارج المكان اللي اجتمعون به، علشان الأسرة يكونوا مرتاحين وأنت تجتمع براحتك، والبيت يكون بأوضتين، أوضة الاجتماع وأوضة للمدارس الأحد، عندكم أطفال أكيد. كم عائلة هنا؟ قلت له 5 عوائل مؤمنين. قال لك كويس، رائع جدا، خلاص أنا خليني أجر لكم بيت على حسابي، ويعني الرب أرشده ويأخذ بيت. أخذنا البيت وكتبنا عقد لسنتين، وبعد فترة بسيطة أجوا جيراننا اشتكوا علينا.
صاحب البيت من يعطي بيت ايجار، هذا اعتقد موجود كل الدول، تركيا معروف هذا، يسالك مين يقعد بالبيت؟ متزوج مش متزوج؟ عنده عائله؟ قلت له لا، اريد الاجتماعات، احنا مسيحيين نعمل باجتماعات. اكثر الناس ترفض، مسلمين لا ما فيش كذا. في واحد غبل قال اوكي انا ما فيش مشكله بس صوتكم ما يطلع. قلت له لا، قال يعني الصوت لا يطلع. قلت له بس يوم الاحد نشتغل، الباب مقفول يعني، وتعطون فواتير مش عارف مين وكذا. قلت له اوكي مش مشكله يعني، هاي الاعلانات افضل. نعم، فهاي الحكايه كلها. فقبل اخذنا البيت سنتين، ما قعدنا بيت شهرين، اجى جارنا اشتكى علينا. جارنا مش جنبنا اللي رابع بيت، قال الصوت بياذيني. قلت احنا ما نجتمعش اصلا، هو يوم الاحد بس، ويوم الاحد الصبح الصبح وما فيش صوت. هو احنا اربع اشخاص خمس اشخاص يعني، بنرنم بآلة عود بسيطه. اوكي الاسبوع الجاي ما نرنم، خلاص نرنم بدون عود. قال لا ما فيش يعني، انا راح اشتكي. وجابوا اوراق من الحكومه، وجت الحكومه هو التركي واحنا لاجئين طبعا الحق له، شيلوا من البيت. اجينا البيت، يا رب ليه؟ انت 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 مش سمحت ناخذ بيت، ليه كذا؟ خذني بيت ثاني، معلش خذني بيت ثاني شوي اكبر، الاجتماع صار احسن. ذاك البيت عقده كان خمس سنين، ما قعدنا بشهرين كمان، وجتنا حكايه اللي مش عارفينها منين ما منين، كمان اشتكوا علينا وكمان شايلونا. ليه؟ ما خمس كنا مرتاحين خمس سنين وخلينا بمكاننا قاعدين، ليه يا رب كذا؟ الرب عايز شيء ثاني بس احنا مش فاهمين، احنا كنا متألم خلاص مش مؤمن، كنا نقعد ببيت ونصلي ونعمل ايه، ما نجتمع يعني، كل ما ناخذ بيت مشكله، ناخذ بيت مشكله. لا، الرب محضر شيء ثاني احنا مش عارفين. الرب ما بيريدنا نجتمع بهاي الكنيسه بنفس المكان، هاي الاماكن اللي احنا كنا ناخذها برا المدينه برا القريه. لا، الرب بيريدنا بسط المدينه نكون. بس كيف ازاي مش عارفين. وجدنا مجتمع تجاري كبير في صاله، وبيها كراسي وكلها جاهزه، حتى استوديو بيها كامل. اي فواحد من الاخوه كلم قال يعطونا اجار. قلت له ازاي احنا بالقريه ما بيعطونا، داخل المدينه قال هاي بيعطونا اجار. قلت له ما عليك. فاحنا تكلمنا هناك، والشخص قلت له انهم مسيحيين اجتمع، قال رائع جدا ما عنديش مشكله، دفعهم بس الاجار وكذا. هاي من بعد سنه كامله معاناه. لما الرب سمح وفتحنا هاي الكنيسه، اخ جورج صارت اربع كنائس بمده سنه واحده. المدينه انتشرت، صار بها عدد مسيحيين كبير جدا، كل واحد لاجئ، صارت مبشرين كثير من الاخوه نفسهم، كل واحد لاجئ ياتي من اي بلد ثاني ياتي يعرف على الكنيسه. ليش؟ لان احنا لغتنا هم عربي وهم فارسي، اللي يجي لو من الدول العربيه لو من دوله ايران او افغانستان، هم دول اللاجئين الاكثر. ما يجي الاتراك، الاتراك ما يحبوا اللاجئين اولا، ثاني شيء ما بيعرف اللغه، فيجي اول ما كنيستنا. كنيستنا بها مترجم، بها مساعد، بها موارد، ناس تسوي لك اوراق، ناس تاخذ لك بيت ايجار، بيساعدونك يعني. وبعدين بيسال انتم ايه، انتم شو تاخذون مني فلوس؟ قال لا مجانا. ليه؟ احنا بنساعدك لان احنا مسيحيين. اه مسيحيين، ليه مسيحيين؟ نهدي له الانجيل، نتكلم معه وكذا. كل اسبوع ثلاثه واربعه، ثلاثه واربعه. في يوم من الايام الاخ اللي اجر اول البيت هو كان معنا طول الوقت يعني. اجاني قال لي فهمت ليش الرب كان يضرب الكنيسه البلغاريه؟ قلت له اه. قال من الغريبيه سبع نفرات، مين يؤمن؟ هم السبعه لو يؤمنون ما بتفيد اصلا. سبعه وثمانيه، انت شوف بسط المدينه الرب يريدك هناك. والكنيسه اخذت تصريح حكومي من الحكومه، مختوم الحكومه. لان الكنيسه عملت اشياء كثيره تطوعيه يسمونها ولنتير للحكومه نفسها. تنظم بعض الاشياء للحفلات، للمدارس، مساعدات، كلها الكنيسه بتعملها، الاعضاء الكنيسه عملونها يعني. فقال انتم رائعين جدا. حتى بيوم التعميد وجانا غس موجود ايضا مع مجاني من امريكا، عمد سبع اشخاص بس خفنا شويه يعني بسط المدينه، ويريد يعمدهم داخل الكنيسه يعني شويه. قلت له ممكن نروح يعني نطلب من البوليس اذن يعني، ممكن يقبل ممكن ما يقبل، علشان اذا ما قبل نروح نعمدهم في قريه ثانيه. قال لي روح حرك وشوف. رحت طلبت من البوليس اذن، قال اوكي حاضر تعمدونهم. مش عارف التعميد هو ايه، قال هو شو التعميد؟ قلت له في ميه ولازم صاروا مسيحيين يعني يدخلون بالميه ويطلعون، بس شويه راح يكون يعني يوم احتفال وخاف عليهم. قال لا راح اوديكم اربع عسكريين يحرسون الكنيسه. اربع اشخاص مسلحين بالشارع واقفين من الصبح حد الساعه 1 الظهر. وهم مسلمين واقفين يحرسون الكنيسه علشان خافوا حد يضايقكم، طبعا ما فيش مضايق بس خاف حد يضايقكم. فالرب عنده عمل اعظم بس احنا مش فاهمين، احنا عقلنا ضيق جدا جدا ومحدود للاسف الشديد. انا اشكرك اخويا دكتور ناجي على مداخلتك الرائعه جدا، والرب يبارك حياتك. انا عندي اعلانات، وبعد الاعلانات اخ جورج عندي سؤال مهم جدا لك، وفي شرح بسيط نطلب منك تشرحه لنا. بس هذه الاعلانات لازم ناخذ الاعلانات، احنا اليوم في هذه الحلقه اللي موجودين معكم،
وعندنا هذا الماراثون، هو ماراثون على قناة الآرامية. هذا الماراثون راح يستمر من اليوم إلى يوم السبت القادم. هذه الحلقة اللي موجودة على الشاشة، الأزمات في حياة المؤمن، من الاثنين 11 نوفمبر يبدأ المؤتمر اللي هو اليوم، وينتهي في يوم السبت 15 نوفمبر. هذا الماراثون يكون على قناة الآرامية من باغة خدام، وهذه أول حلقة اليوم. كل حلقة راح تكون بها عدد خدام كثيرين، أخوة وأخوات مشاركين في هذا البرنامج، ويعدوا لكم هذه الحلقات. وهذه الحلقات اسم هذا الماراثون الأزمات في حياة المؤمن. طيب أعطوني إعلان الأول اللي هو يوم الثلاثاء غدا. أعتقد البرنامج اللي يكون يوم الثلاثاء غدا 12 نوفمبر تشرين الثاني 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، الأزمات في حياة المؤمن، أهمية دخول الآخرين، عنوان الحلقة أهمية خدمة الآخرين أثناء الأزمات، أهمية خدمة الآخرين أثناء الأزمات. خص فرحان والأخ هولاك راح أقدمكم هذا البرنامج غدا 3 12 نوفمبر على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. الإعلان اللي بعده أعتقد يقول تعال وأنظر، برنامج تعال وأنظر مع الغس شاهين والغس ثابت، وعنوان الحلقة راح يكون يعقوب المجاهد. يعقوب المجاهد يوم الثلاثاء 12 نوفمبر تشرين الثاني على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. البرنامج اللي بعده برنامج غس فرحان، الأزمات في حياة المؤمن، عنوان الماراثون، والحلقة راح تكون التوجيه الروحي في الأوقات الصعبة. عنوان هذه الحلقة مع الغس فرحان، التوجيه الروحي في الأوقات الصعبة، يوم الأربعاء 13 نوفمبر تشرين الثاني على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. هذا البرنامج راح يكون أيضا. أعطوني البرنامج اللي بعده. البرنامج اللي بعده فهم إرادة الله خلال الأزمات، الغس ثابت، الأخ أبو أحمد وسيد النمري يقدمكم هذا البرنامج يوم الأربعاء 13 نوفمبر تشرين الثاني على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. البرنامج اللي بعده راح يكون التعامل مع الشكوك والإحباط أثناء الأزمات، التعامل مع الشكوك والإحباط في أثناء الأزمات. راح يكون معكم الأخ ريمون، الأخ جورج، والدكتور صفوت، والأخ ترواء في هذا البرنامج. هذا البرنامج راح يكون يوم الخميس 14 نوفمبر تشرين الثاني على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده أيضا الأزمات في حياة المؤمن، والأزمات في الأزمات في الأزمات، هذا العنوان راح يكون الأزمات في الأزمات، اللازمات في الأزمات. أيوة آسف، إلا أنا الشاشة بعيد عني. اللازمات في الأزمات، هذا البرنامج راح يكون يوم الخميس 14 نوفمبر تشرين الثاني على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده الدروس المستفادة من الأزمات، هذا البرنامج أيضا مع الأخ ديباين والأخ جديداية والأخ أفنان، وأنا يكون موجود معهم أيضا. هذا البرنامج يكون يوم الخميس 14 نوفمبر على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. أعطوني إذا في برنامج آخر، كيف أستخدم الكتاب المقدس كمصدر للتشريع، هذا البرنامج راح يكون يوم الجمعة 15 نوفمبر على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مع الأخ ديباين وجديداية والأخ أفنان وسيد النمر، يوم الجمعة 15 نوفمبر على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج الثاني اللي هو يوم الجمعة، الأزمات كفرصة للنمو الروحي أيضا، هذا البرنامج برنامجي هو، راح يكون مع الغس ثابت والأخ جورج والغس ساهر أيضا. هذا البرنامج راح يكون يوم الجمعة 15 نوفمبر تشرين الثاني على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
اعتقد بعد في برنامج واحد، لا بعد ما في شو هذا البرنامج الاخير حد يوم اخر يوم هذا الماراثون. هذا موعد دعم اخواني واخواتي يحب يساهم في تعضيد قناه الاراميه لايصال كلمه الرب يسوع المسيح للاخرين. الرب قال اخذتم مجانا اعطوا مجانا، الرساله هي مجانيه ولكن تكلفه هذه الرساله بتكلف قناه الاراميه كثير جدا، فاذا حبيت تشارك في هذه التكلفه وتعضد قناه الاراميه تدخل على هذا الموقع الموجود على الشاشه www.abngive.com، ممكن تدعم قناه الاراميه باي مبلغ الرب يضعه على قلبك لكي تعضد هذه الخدمه، وهذه الخدمه تستمر لاخوه واخوات اخرين جدا. الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحه والسلامه. اشكركم جدا وارجع لحلقتي اليوم مع ضيوفي الكرام في هذه الحلقه. والان عندي سؤال للاخ جورج. الاخ جورج، هو السؤال نوعا ما يعني تشرح لنا المزارع على الاماكن المحجره هو الذي يسمع الكلمه في انجيل متى، ممكن تشرح لنا هذا الاصحاح على ماذا يتكلم وماذا يفيد حلقتنا في هذا اليوم؟ امين امين. اوقات بيحصل شخص معين نكون بنحسب انه هو مؤمن ويحصل منه ارتداد. متى 13 ومثل الزارع بيبين لنا ان في اربع فئات، وانا بحب قوي رقم اربعه ده، حتى انت قلت يا اخ جورج في الاختبار لما اتنقلت من الشقه للشقه قلت لي اربعه، فبحب قوي اربعه ده. في الجيل الرابع يا ابراهيم انا هخرج شعبك من الاستعباد، تكوين 15. والرب لما يجي يا اخ كريم في الهزيع يجي في الهزيع الايه؟ الرابع. ولما يجي يقوم لعازر من الموت في اليوم الرابع. ولما يتحط في الثلاثه الابرياء يتحطوا في اتون النار يجوا هو كالرابع. تبارك اسمه. فهنا في ثلاث فئات، واللي عايز طبعا يقرا مثل الزارع ومعبود القلب تبارك اسمه هو اللي فسره 24 لتلميذي عمواس ويكلمهم عن الامور المختصه به، مش باسرائيل، به موضوع الكتاب شهاده معبود القلب يسوع هي روح النبوه، له يشهد جميع الانبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. المثل دوت في الزارع عايز يبين لنا أنه بيرمي بذاره في كل مكان، مش وقعت منه على الطريق أول حاجة عشان هو مهمل حاسس، لا ده عشان يقول مفيش أماكن ما تتغطاش، لازم أوصل بشارة الإنجيل إلى كل الخليقة، إلى أقصى الأرض، إلى كل الأرض. فاللي بيسمع البشارة ديت وما عندوش أصل في ذاته ويجي إبليس ويوم واخدها منه، يلا يا ابني ابعد، إنساني، ما عنديش وقت للكلام ده، العالم ديت يعني بماذا يتكلم هذا المهذار، قصدهم على بولس، مهذار بيتكلم في كلام الحق. لما يوحنا يقول في إصحاح 5 من رسالته الأولى نحن في الحق والمسيح اسمه الإله الحق، الآب اسمه أنت الإله الحقيقي وحدك، الروح القدس اسمه روح الحق، يوحنا 14 15 16 ورسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 روح الحق، فنحن في الحق. النوع الثاني يا أخويا كريم هو اللي يتزرع على الأماكن المحجرة. إحنا بنحسبه مؤمن لأنه بيقبل الكلمة بفرح، لكن في أي اضطهاد اللي إحنا بنتكلم عليه والأزمات ديت تلاقيه ارتد ورجع، ده ما خدش حياة، ده شكله مؤمن مع المؤمنين ماشي زي يهوذا الإسخريوطي. يا راجل معقولة؟ معقولة الرب ما أثرش فيك؟ يقول أنا ياما شفت وياما عملت معجزات بس جوه مقفول ما اتفتحش، من بره يبان ان هو هلا هلا. لويين 11 لازم صفتين في الحيوان عشان يكون طاهر ويقدم ذبيحه للرب، من بره لازم يشق الظلف الظلفين
السلوك لما نطبق الكلام ده روحيا على المؤمن، السلوك لازم يكون طاهر مستقيم من جوه، يشطر على الكلمة، فمن جوه طاهر ومن بره كمان طاهر. تشوفها في يوحنا 13 الذي اغتسل مرة لا يحتاج إلا إلى غسيل الأرجل. إنه أول ما يجي التهدير، طب والنوع الثالث ده بيتزرع بس فيه شوك، إيه الشوك ده يا أخويا؟ ده الرب بنفسه هو اللي بيفصل في متى 13 في 7 أمثال، ده الأمثال مثل بتاع مثل الزرع. هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فتصير بلا ثمر. ليها علاج لما تلتجئ للكلمة، ما تحتقرهاش، وتعرف ان حلك في الكلمة. كلمة ايه يا إرميا؟ الرب يقول له أليست كلمتي كإيه؟ كنار أكلة تأكل الشوك، وكمطرقة تحطم الصخر الأحجار. اللي بيؤمن بكلمة الله ويلتجئ إليه، إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا ذلك فليس لهم فجر. الشريعة مصباح، هي والوصية نور. أنت بتجري على الضلمة؟ شوف الرب يسوع لما وضع المؤمنين في العالم في متى يقول لهم أنتم نور العالم. ليه؟ لأني أنا نور العالم في يوحنا 8، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. الله نور وليس فيه ظلمة البتة. وأنت يا مؤمن أنت نور للعالم، أنت ملح للأرض. النوع الرابع اللي أنا بحبه ده المزروع على الأرض الجيدة، الجود سويل، لما يتزرع يتحط فيها ويجيب 30 و60 و100. أنا هقول ليه؟ لأن ممكن ما تقالتش قبل كده، ليه الرب يسوع استخدم يعطي ثمر 30 و60 و100؟ اشمعنى دي؟ نوعية القمح اللي بتتزرع في فلسطين في الوقت دوت دي بتتقسم لثلاث صفوف، كل صف 6 و4 اللي هي السنابل بتطلع، دي ثلاث صفوف يبقى 30، يا ست صفوف 4 و6 4 و6، 6 مرات يبقى 60، الأخيرة بتبقى 10 صفوف، 1 2 3 لغاية فوق لغاية 10، 6 سنابل هنا و4 هنا، تعد الصفوف تبقى 100. يبقى الثمر اللي بيديه ثلاث أنواع القمح، 30 و60 و100. اللي عايش مع الرب يقول يثمرون بالصبر، لأن المثل ده أكتر من مرة، يثمرون بالصبر. عايشين مع الرب وصبرين وعالمين أن الضيقة دي زمانها محدود، لكن بعد الضيقة في أمجاد. أشوف بقى واحد الضيقات اللي تعرض ليها، أنا خليتها للآخر، أخويا الحبيب كريم شاول الطرسوسي اللي كان مفتري، يتضح أنه هو أكتر شخص يكون أمين ويتألم لأجل الرب. تعال شوف، أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات في الضرب أوفر، في السجون أكثر، مرارا كثيرة بيدخل السجن، بس كانش بيدخل السجن وهو ساكن، لا، ده في وسط الليل هو وسيلة يصليان ويسبحان الرب. السجن يطلع منه 4 رسائل، رسالة أفسس يكلمنا عن السماويات، الكنيسة التي هي جسد الرب. كلوسي يكلمنا عن أمجاد المسيح، من هو؟ هو الخالق. افتح كلوسي 1 كده مع يوحنا 1 وعبرانيين 1 وشوف الرب يسوع الذي هو قبل كل شيء، اللي به قد عمل العالمين، هو الخالق هو الموجود. وخرج كمان رسالة فيليمون الجميلة بولس الرسول، 4 رسائل يقولهم من السجن، ده داخل السجن بيسرق من السجن، ازاي ده داخل عمال يصلي ويسبح، وهو بيسبح بيقوم مدي الرسالة. منين فهمت الكلام ده يا اخ جوردي؟ الراجل ده السجان لما وهم بيصلوا تزعزع المكان، ما هو شوف ترانيمك تخلي الرب يتلذذ، مش بس انا، احنا نتلذذ بيه.
تلذذ بالرب إلهك فيعطيك سؤل قلب، أنت كمان تلذذه إزاي؟ فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. أول ما الرب يتلذذ كأنه بيهز رجليه، أول ما يهز رجليه السجن يتزلزل والأبواب تتفتح والقيود تنفك، ويجي اللي بيعذبونا يقولونا ماذا أصنع يا سيدي؟ اقراها بالتشكيل أحسن المعنى يضيع. يا سيدي دي هتلاقيها في أعمال 16 وعدد 29 30 31. ماذا أصنع يا سيدي لكي أخلص؟ فقال في ألف في الآخر، الاثنين قالوا له في نفس الفم، فقال له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. الآية اللي بعديها فكلماه مع جميع بيته، علشان نفهم مش واحد آمن التانيين يخلصوا، لا، واحد آمن التانيين يكونوا مقدسين فيه، وإلا أولادكم نجسون وأما الآن فهم مقدسون، لكن يخلصوا إزاي؟ كلماه مع جميع أهل بيته. الكل سمع والكل فرح، يقول الكتاب تهلل مع جميع. كلمة الجميلة اللي معبود القلب أول من قالها في العهد الجديد، تهلل وقال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء وأعلنتها للأطفال. تبارك اسمه. هو ده التهليل وهو ده الفرح. إمتى تهلل المسيح؟ لما رفضوا خدمته. يعني أنا أعرف يونان وإيليا، إيليا رفضوا خدمته، طلب الموت لنفسه. طب يونان خدمته نجحت وطلب الموت لنفسه. إيه يا عم يونان في إيه؟ في إيه يا عم؟ ده 12 رب وما يعرفوش يمينهم من شمالهم، قبلوا الرب وخلصوا، والرب بيقول هيقوموا في يوم الدين مش يدانوا يدينون. يقول لأ، أنا في غيظ وحسد للأمم، أنا مش عايزه، أنا عايزه لينا بس. عايزه لينا إيه؟ يا راجل عيب. لقى 4 رب يسوع يبين لهم إن كان في برص كثيرون أيام إليشع. مين اللي خاف؟ أممي. في ملوك الثاني 5 عن إليشع ونعمان السورياني. طب لما تقرأ في ملوك الأول 17 وانت طالع 18 تشوف إن كان في أرامل كثيرة في أيام المجاعة. راح لمين إليا؟ أرملة صرفة صيد. قصدك إيه؟ أممية. بيحب الأمم يروح الأمم. يجري لغاية صخار علشان يجيب سامرية، بس السامرية دي إيه؟ ولادة عفوية تروح تنادي المدينة. يروح لغاية الحدود بتاعة عشان يلاقي السورية الفينيقية ويجيبها للإيمان ويقول لها عظيم إيمانك، ويكون ليها الإيمان العظيم والتواضع العظيم. الاثنين دول لما يبقوا عند الشخص أعرف أنه ينال ما يطلبه من الرب، لأن اتضاعه عظيم وأيضا إيمانه عظيم. انتهي بولس بكل الألام ديت يقول يعني شوف بصراحة كده، أنا أحسب كل ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد الذي يستعلن فيه. آخر رسالة لبولس الرسول يقول لي أخيراً وضع لي إكليل البر. ده العز، ده عارف هو رايح فين، لأني عالم بمن أمنت وموقن أنه يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. معقول عارف فين؟ افتح كورنثوس الثانية 5 وشوف أحسن. في ناس تقول لك يا عم أنت بتقول إيه، وفي حد ضمنها؟ ضمنها إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. دي في روميا 8:1 ويوحنا 5:24 لا يأتي إلى دينونة. طب تعالى لكورنثوس الثانية 5 يقول إيه؟ وأنا خلصت خلاص. لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بناء غير مصنوع بيد أبدي. حتى لو كنا بنئن هنا لكن مشتاقين إحنا نلبس فوقها. أشكرك على الوقت الجميل أخي كريم، الرب يبارك حضرتك. شكرا جزيلا أخويا جورج. للأسف الشديد انتهى وقت الحلقة، كنا مستمتعين جدا، ولكن هذا هو الموجود، يعني الحلقة لها وقت محدود، بس راح أخذ رسائل قصيرة من دكتور ناجي، من أخ جورج وأخ حسين،
كل واحد رسالة بمدة دقيقة واحدة لكي نختم نصلي ونختم هذه الحلقة بعد الصلاة. تفضل أستاذ حسين، مايك معك، وأعطيني آخر رسالة بدقيقة إذا ممكن. نعم إخواني وأخواتي، الألم والاضطهاد ينتج صبرا، والصبر يحتاج إلى عمل تام، والرب يريدنا دائما أن نكون لدينا صبر على التجارب والآلام، ويكون لنا طول أنات على البشر، ونحتمل الضيقات والمصاعب لأجل ملكوت الله، ونحن شريكين في هذه الخدمة المشتركة أن نكون مسيحيين وعاملين في الأرض لأجل خدمة كلمة الله. فأرجوكم أن نسلك بمحبة المسيح ونسلك حسب رسالة الكتاب المقدس. الرب يبارككم جميعا، والرب يعطينا نعمة فوق نعمة دائما وأبدا لمجد اسمه القدوس. شكرا لكم جميعا، الرب يبارك القس ناجي، الرب يبارك بكم جميعا، دكتور جورج، دكتور ناجي، ودكتور كريم حبيبي، الرب يبارككم، ودكتور باسم، تحية لكل الأخوة والأخوات اللي موجودين في القناة. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا. دكتور ناجي تفضل دقيقة معك تعطيني آخر رسالة. هو كلمة أحب أتركها مع الإخوة المشاهدين ومعنا أيضا. الرب قال تشبيهين جمال جدا لكل من يقعون في تجارب متنوعة. هم بينتظروا الرب يقول لهم إيه؟ الغلمان يعيون ويتعبون، والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، ويمشون ولا يعيون. الرب يلي أنت ماشي في تجربة هيديك أجنحة النسور، مش بس تطير فوق التجربة، مش بس تطير فوق الأزمة، لا ده أنت هتبقى علو. أعلى طائر بيطير هو النسر، فالرب قد إيه هيديك أجنحة قوية جدا تحلق فوق أزمتك وتحلق فوق مشكلتك. التشبيه الثاني اللي الرب قاله على الأيائل، قال إن هيديك أقدام الأيائل اللي بيها تطلع فوق مرتفعاتك. قريت حاجات بسيطة على الأيائل اللي هي نوع من أنواع الغزلان، بس الهون بتاعته كده واخد أشكال كتيرة جدا، وفي الآخر شكلها زي المغرفة، حاجة كده زي المغرفة، كأنك بتقول له أعطيني يا رب، أنا منتظر عطاياك، وإنت بتجري وإنت رجليك خفيفة زي رجلين الأيائل، رجليك جامدة، عضلاتها كبيرة جدا بس هي خفيفة، فبتقدر تجري فوق المرتفعات. فده تشبيه بيديك أرجل الأيائل، بيديك أجنحة النسور، وبيعطيك قوة لكي تخوض في التجارب دوت وفي صبر وفي انتظار. الرب يبارككم، يبارك الإخوة المشاهدين، أنا استمتعت بقناة الأرمية باسمه، آمين. شكرا جزيلا دكتور ناجي. أخوي غاز جورج أيضا معك دقيقة واحدة تعطيني رسالة. أمام كرسي المسيح في مكافآت لازم هتاخد، مش يأكل عادي فايل بنك رابسي حاشا، ده غنى المسيح اسمه غنى لا يستقصى، كل تعب انت ليك مكافآت عليه، تبارك اسم جلاله. ها أنا آتي وأجرتي معي. البعض بيفسرها تفسير جميل، والأجرتي أنا اللي أنا أخدته أنا هديه لكم، والبعض بيقول تعبك بيقبله أمانة للرب، لازم يكافئك على تعب المحبة. أمين يا أخي كريم. أمين أمين أخويا جورج، رب يبارك حياتك وأشكرك. دكتور ناجي ممكن تصلينا الصلاة من أجل أخت ليديا، هي أول حلقة طلبت من عندنا صلاة من أجل الشفاء، أنا ما أعرف مين هو المريض بس هي طلب الصلاة من أجل الشفاء، إذا ممكن ترفعها بكلمة صلاة، هي من مشاهدي قناة العالمية. ربنا يسوع المسيح وحبيبنا ومخلصنا وملكنا، نشكرك كثيرا جدا يا رب من أجل هذه الكلمات اللي أديتها لإخواتي وديتها لنا. كان وجودك في الاجتماع
حاضر وحاسين بوجودك يا رب، وعليه احنا بنشكرك انك دايما متواجد في كل حلقة. الاخت ليديا يا رب عندها مشكلة محتاجة لشفائك يا رب، وتظهر يا رب العضو اللي هو محتاج في عائلتها للشفاء. بنطلب منك يا رب ان تتقدم بايديك الطاهرتين، تتقدم انت يا رب، ما فيش طبيب اعظم منك ولا مفكر اعظم منك. من فضلك يا رب تدخل في هذا الامر، امنحه الشفاء العاجل العاجل جدا يا رب. انت عارف ان احنا ضعفاء ما عندناش الصبر اللي انت عايزنا نبقى فيه. يعطيهم ايضا انت الصبر من عندك، واعطيهم قوه التحمل، اعطيهم قوتك، اعطيهم ارجل الايائل لكي يستطيعوا ان يرتفعوا فوق مرتفعات المرض واشباه المرض اجنحه النسور، لكي يحلقوا عاليا جدا يا رب، واشفي مرضاهم ومرضى كل كل الشكر والمجد. امين امين امين. مبارك اسم الرب. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه هذا الغزير والاخ حسين، وشكرا جزيلا لكل الاخوه اللي تابعوا واللي كبسوا واللي شاركوا. انتظرونا من يوم الماراثون، وحلقاتنا راح تكون على شاشة قناة العرامية في التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي أخرى مثل فيسبوك وتويتر. معك أيضا، السلام. باي. Thank you.